بسم الله الرحمن الرحيم، سأقوم اليوم بشرح طريقة عمل مشروع سلة المهملات الذكية. بداية أحضرت قطعة من الكرتون وغلفتها بالقصدير، ثم أتيت بقطعة قصدير أخرى ووضعتها أسفل دواسة سلة المهملات، ثم وصلت قطعة القصدير الأولى بP0 وقطعة القصدير الثانية بالGround، بحيث أن عندما يأتي شخص ويقوم بالضغط على دواسة سلة المهملات فإن قطعتي القصدير تتلامسان فتغلق الدائرة. وهذا الكود البرمجي الخاص بالمايكروبيت الأول، فإنه يظهر الوجه المبتسم عادة، أما إذا فتح شخص غطاء سلة المهملات فإنه يظهر رمز الصح، وهذا طبعا تعزيز للتصرف الإيجابي. بالنسبة للمايكروبيت الثاني استخدمت هذا البورد، وهو لوح لتوصيل المايكروبيت بالحساسات حتى يستوعب أكثر من حساس وأكثر من توصيل. نلاحظ هنا يوجد من P0 إلى P16. قمت بربط الألتراسونيك سنسور بهذا البورد، بأن وصلت الVCC في الألتراسونيك بالVCC الموجود في البورد. طبعا كل هذا عبارة عن الVCC، فأي منهم توصيله صحيح، بشرط أن يكون في الجزء الثاني، الجزء الموجود على اليمين لأنه المختص ب 5 فولت، أما الجزء الموجود في اليسار فإنه خاص ب 3V. طبعا الألتراسونيك الذي لدي يدعم 5V 5 فولت، لذلك قمت بتوصيل الVCC بالجزء الأيمن وأوصلت ground. عندي هنا الجزء هذا كله عبارة عن الground، ثم قمت بوصل P1 إلى التريج و الإيكو إلى P2. وهذا الكود البرمجي الذي استخدمته. طبعا وضعت حساس الألتراسونيك في داخل سلة المهملات وثبته على الجدار الداخلي، بحيث أن عندما تصل النفايات إلى حد الألتراسونيك وتكون المسافة أقل من 5 يظهر رمز الF بمعنى فل.